شيرتي بوست من البرنامج عندنا ايوه لمحمد عباس أيوة. وهو بيقول ان احنا بقينا نموت المواهب عشان المنتج بيدور على الترند اكتر من هو بيدور على الاغاني والاغنيه الحلوه. انت ليك راي رهيب في الموضوع ده دايما وده منطبق عليكي، فانا عايزاكي تكلميني عن معاناه الشباب الموهوبه الفتره دي وخاصه من حاله الاحباط السائده في المجتمع. انا بس عايزه اوصل للناس ان العيب مش فينا، العيب فيكم. انا بحب الجمهور في الجمهور، انا بحب الجمهور وبقدره، ولولا الجمهور انا ما كنتش بقيت اصلا ولا كان ليا اسم ولا طبعا. حد عرفني طبعا. الجمهور ليه فضل عليا، ولكن في نفس الوقت هو ذبحني وذبح غيري كتير. بمعنى احنا قاعدين بنتفرج على فلانه ام فلانه وهي قاعده فرشه الطبليه وقاعدين بياكلوا وبنعمل لهم نسب مشاهده وبنخليهم يجيبوا نجوم، طبعا يجيبوا الاف المشاهدات وملايين المشاهدات. قاعدين مش عارف مين بيغني بيقول اي كلام ولا صوت ولا منظر وبنعمل له قيمه وبنعمل له مشاهدات. احنا بنعمل مشاهدات سلبيه بالتريقه وبالشير بس هو مستفيد، هو مش فارق معاه، ده اسمه الشو السلبي طبعًا. هو في الاخر هو عائد عليه ان هو مستفيد. طب تعالوا لما بنيجي نقدم عمل كويس او عمل محترم، صوت مين بيعمل له شير؟ مين بيديله اهتمام؟ قليل جدا. بيطلب مننا ان احنا لو انا مكلف الاغنيه 10 قروش انا لازم ادفع قدها 100 علشان اعمل دعايه وتسويق.